بزاف ديال المشاكل. اول حاجه حنا خصنا نهضروا على الدوريه الاخيره والدوريه 444 و750 اللي هي اخيره. الدوريه اللي هي اخيره تنتمنوا من السيد العام اللي فعل الدوريه 750 نظرا يعني شحال ديال المسائل اللي غادي يستافد منها السائق المهني. ولكن تنشوفوا بعض المدن خدامين بهذه الدوريه اللي هي اخيره والناس خدامه بدات كتسجل وتقبلوا الطلبات ديالهم. يعني بالنسبه حتى لهذا الدعم راه السائق المهني راه يعني ما لقاش كيف تحصل عليه على حساب التسجيل ديالو في السجل المهني راه ما يمكنش ليه. بالنسبه لهذا الدعم ديال الغازوال السائق المهني في غنى عنه يعني محروم منه من طرف المشغل ديالو. وكاين دخلاء في هذا القطاع اللي هما استرزقوا واحد العدد ديال الملايين في هذا الدعم وهما يعني ما مزاولينش في هذا القطاع. السائق اللي هو كيزاول اللي هو اللي تيخلص المازوت راه وهاد الناس راه ما محرمين هذا السائق من الدعم ديال الغازوال. مستوى على المشاكل مع الجماعه حنا كنطالبوا بعده مطالب يعني اللي يتطالب بعض الجهات ديال الساكنه ديال مدينه ايت ملول. حنا تنتواصلوا مع الناس مع المجتمع المدني ديال ايت ملول والتواصل ديال الجماعه في خبري كان في حين انني كاتب محلي ديال الهيئه التجمعيه وهيئه موازيه لحزب الاحرار. نذكر بان رئيس مجلس الجماعه ديال ايت ملول يعني هو اللي تشكل التحالف ديال الجماعه وهو رئيس الجماعه من الحزب ديال الاحرار. تيقصينا في المطالب ديالنا يعني شحال ديال المطالب طالبين على الجماعه ما كاين حتى استجابه وتقول نهائيا لمده عام مده سنه هذه. دابا حاليا مازال ما شفنا والو. تنذكروا المطالب بحال انشاء خطوط استثنائيه لبعض الجهات يعني بحال مزار وتهموق سبطار تيميرسيت ازرو وتمازار. يعني بالنسبه لتمازار في واحد العدد ديال التجزئات السكنيه يعني الناس كيطالبوا بزياره الاجره وبانشاء محطه نموذجيه يعني استثنائيه باش تسهل التنقل على المواطنين. ولكن لا حياه لمن تنادي الجامعه في خبرك. المشاكل كتعدد المشاكل اللي كيعاني منها الشيفور كالسائق المهني ديال الصيف الثاني ديال ايت ملول من هاد النقل العشوائي اللي كاين في الشوارع. واخا كاينه شويه المجهودات ديال الامن ولكن ما كافياش على حساب هاد الشيء هاد الكائن الهائل ديال النقل العشوائي في الشوارع ديال ايت ملول. القضيه ديال المطالب اللي دفعت للبلديه راه ما كاينش الاستجابه لحد الساعه. واحد العدد ديال المطالب درنا المطالب ودرنا التذكير وكل شيء عندنا راه عندنا النسخ منه. كان يعني منها المشاكل ديال القطاع هما الدوريه 440 و750 خصهم يتبقوا باش المهنيين يستافدوا الحق ديالهم. والمشكل الثاني ديال سميتو ديال سيارات الاجره الصنف الثاني خص توحيد على سيارات الاجره كل عامله تنزكلنا يتملول كل شيء يخدم صغيره بحال هذه بحال هذيك. دابا عندنا المشكل المواطنين كتجي دابا كيقول لك ديني لي نزكان انت ما عندكش الحق ديني لي نزكان. كنطلبوا للجهه المسؤوله باش هذا الشيء يكون واحد السيري مثلا مازال تكون 10 ديال يتملول 10 ديال نزكان 10 ديال التشيره. وعندنا المشكل ديال التشيره دابا راه خدامه في نزكان ديال التشيره خدامه في نزكان. واخا جامعه حضاريه التشيره الجهاديه ايت ملول جامعه حضاريه انزكان جامعه حضاريه شكون اللي بقى ايت ملول هو اللي سدوا عليه انزكان التشيره راه خدامه